انا كنت كنخدم، دابا ما بقيتش كنخدم. هادي راني غادي نكمل 20 سنة باش كنست من الخدمة. دابا ما بقيتش كنخدم. دابا اللي كنطلب منكم تعاونوني في الكرا، تعاونوني في الضب، تعاونوني في الماء، تعاونوني في المعيشة. معيشة غالية بزاف، الماء بالضب بالدواء، طانسيون ودواء الحراق ودواء ديال السكر، بنت رجليك حارتها حالة والله مالك الحمد. بنت عندي مريضة ماشي صحيحة، بنيتا مريضة مسكينة، ما تشقى ما تطيب ما تدير بالو. انا اللي ندبش لها وانا اللي نبدل لها وانا اللي ندير لها كل شيء، حتى الماكلة كان ممكن هي انا، حتى التليفون كتشبر فيتا شي حاجة اخرى ما كايناش. بس اخرى ما كنقدرش تتسخر، مرة نعيط على الناس يتسخروا لي، مرة ما كيبغوش يتسخروا لي. ايوا مع المصرف ما كاينش، وكل شيء غالي وكل كرا غالي. والله يعطينا الصبر. دابا انا كنطلب منكم تعاونوني شويش، 100 فرانك في الشهر ديال الكرا، 100 فرانك ديال الكرا. والما بالضب كتجي 6000، 30 فرانك، 20 فرانك. ما كيبقاليش باش ناكل، مكنبقاليش زعما الماكلة لي غادي ناكل مكاينش. الصحة مبقاتش لي، غادي نخرج نخدم مبقاتش عندي، مبقاتش عندي نهز، مبقاش عندي نحط. اللهم لك الحمد. والبنت مريضة متقدرليش. دابا لي كنطلب منكم تعاونوني، الله يجزيكم بالخير، الله يكثر عليكم الخير. إلا ما توقفوا معايا وتصبروا معايا وتعاونوني. قولي لهم أخالتي مينا، واش كتعاني من شي مرض؟ واش كتعاني من شي مرض؟ قولي لهم واش كتعاني من شي مرض؟ شنو ايوا الحمد لله، مع السكر مع المرض مع هادي مع هادي مع الثلج مع هادي مع هادي. احنا كان صفر ولا خطاني دابا ما شريتوش، ما كنبقاش مزيانة. خصني يكون ها الشهر الشهر كتشري، قام عليا 40 فرانك 50 فرانك ديال الدواء. الناس واش كيتعاونوا معاك الناس؟ الحمد لله مع سميع، ما بقيتش كنسمع بزاف. واش كيتعاونوا معاك الناس؟ لا كيتعاونوا، مرة يعطيني 5000 فرانك، مرة 50، مرة 40، مرة كاين مرة بوالو. الله لي كيعلم. مع الوقت قاصح، مع الوقت مصرف خايب، مع الدنيا تزيرات. واحد يعطيني 20، واحد يعطيني 100 درهم، واحد يعطيني 30، واحد يعطيني صافي. كنا كنبقى مغرقة في الكرة، ما كنقدرش نتعم على الكراك، الكراك يشويني. 100 فرانك في الشهر ماشي سهلة، تجمع لك 4 شهور 5 شهور. بالنسبة للناس ديال الكرا اللي كارية عندهم، واش ما كيتعاملوش معاك؟ الناس اللي كارية عندهم تيسكنوا في كاسا برادا، بينما ما بعدش إلا بغيتي نصيفطك عندهم نصيفطك عندهم، راه في كاسا برادا كيسكنوا. ملي كيصبروا عليا 4 شهور 5 شهور، الله يجازيها بالخير، كتصبر عليا وبين لي فلوسها. صبرت عليا خصك تعطيها ديالها. ايوا دابا حال الدنيا فهادا ولدي، طبعا الله يجازيكم بالخير، نتوما تعرفوا كلشي. العائله ديالك ما عندكش شي عائله هنا؟ العائله ما كاينوش، شي عندي عائلتي بعادين عليا، كيعرفوني ما كنعرفهم. كانت عندي اختي ماتت لي فهاد الشهر 3، عاد ماتت لي نهار شهر 3 في شهر 5، عاد ماتت اختي. إلي كانت شويش كترف عليا، مسكينة كانت كتخدم في الطيور تا هي، ومرضت مسكينة ماتت صافي، الله يجعل البركة. أما خوتي كلشي وارد، هداك ورد 5 ولاد وهداك ورد 5 ولاد، غادي يعطيوني أنا ما يعطيونيش. أمي با الله يرحمهم، كانت 30 سنة باش ماتوا، الله يرحمهم ويرحم والدينا والدين الجميع. شي حتى حاجة أخرى ما كايناش، كلشي راه بقصح. اللهم لك الحمد. شنو كطلبي من الناس دابا؟ شنو كطلبي من الناس؟ ها شنو كطلبي من الناس؟ كنطلب من زعما يعاونوني زعما شنو هي
عاون ولي زعما في الكراب في الدباب مصروف شويش الصحة. أنا درت العملية الأولى درت العملية الثانية والثالثة درتها على عينيا شهر 11 شهر 10 شهر 11 عاد ساليت من عيني. دابا جا واحد السيد مسكين لي طالع عليا وري جابلي نضاضر باش درت مع هاد السيمانة هادي مكانش عندي باش ندير نضاضر. ها حنا باقي كنتسنى بالله سبحان الله إلا مرج بحال تحالها معاد لا فين نخدم ولا فين نوقفو. اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله. بنتك شنو المعاناة ديال بنتك؟ بنتي باها سمح فيها خلاها عندها 11 شهر ما عرفناه ميت دابا ولا حي. راه هي كتشوف في الحالة ديالها راه معذورة مسكينة. قريتها من وصلت السابعة كنت كنخدم ديك الساعة من وصلت السابعة ما صبت لي ديالي المدرسة ما صبت لي قابلة صافي كبرت سابت كبرت ما خصنيش نخرجها صافي ها هي كتشوف فيها. دابا باها ما عرفنا فين وباش ميت وباش حي ما نعرف. الحالة الصحية ديالها الحالة الصحية ديال بنتك اش كاين ليكم كنسكن تما طارت معاه شي ما كانش شي راجل. لا لا بنتك بنتك شنو الحالة الصحية ديال بنتك؟ بنتي زعما ما تخدمش زعما ما دير لا واش مريضة ولا هادي؟ لا معبيقة معبيقة مسكينة زعما راه تشوف الحالة ديالها ما كنبغيش نهضر باش فكات جرحتي. ها الحالة ديالها راه هي مسكينة الحالة ديالها راه الحمد لله الحمد لله اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.